السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من قناة دكتور ساين صفاء اللي شرح فيديوهات علم الإيمونولوجي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن الأنتيجين وإيه الفرق ما بينه وما بين الإيمونوجين، وإيه التايبس أو الأنواع بتاعة الأنتيجين، وإيه الأبليكيشن اللي إحنا ممكن نستخدمها في حالات الأنتيجين. يلا بينا نبدأ على بركة الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك معانا في القناة وضغط لايك على الفيديو. يلا بينا نبدأ، بسم الله. اول حاجة يا شباب عايزين نعرف الفرق ما بين الانتيجين والاميونوجين، هل في فرق ما بينهم ولا لا؟ الانتيجين بيتقال عليه ان هو any substance which can bind specifically to antibody or T cell produced of a specific immune response، يعني اي مادة ليها القدرة ان ترتبط بقوة مع الانتيبودي او التي سيل بنسميها انتيجين، بدون ان هي تعمل ايه، تعمل حس وزيادة احساس الجهاز المناعي. بينما الاميونوجين any substance that induced or stimulate an immune response by interaction with B cells, T cells or antigen presenting cell. هي الاميونوجين اي مادة بتعمل اثارة وبتزيد من احساس الجهاز المناعي عن طريق ارتباطها بخلايا البي سيل والتي سيل او الانتيجين بريزنتنج سيل اللي احنا قلنا عليهم ثلاث انواع، ماكروفاجس والنيوتروفيل والدندريتك سيل. ده الفرق ما بينهم. يبقى الاميونوجين ده بيحس الجهاز المناعي عن طريق ارتباطه بالبي سيل والتي سيل او الانتيجين بريزنتنج سيل، بينما الانتيجين هو بيرتبط على طول بالانتيبودي والتي سيل بدون ان يحس الجهاز المناعي. مجازا بيتقال على الاثنين دول سواء كان انتيجين او اميونوجين بنقول عليه انتيجين، ان هي دخلت ماده وعملت اثاره للجهاز المناعي وبدات تخلق انتيبودي او تي سيل. طيب ايه هي الروت اوف ادمنستريشن، ازاي الانتيجين ده يدخل لجسمنا؟ عن طريق كذا طريقه. اول حاجه سبكيوتينيوس، يعني طريق تحت الجلد، الحقن تحت الجلد، او الانترافينوس عن طريق الوريد، او الانتراجاستريك، انتراجاستريك عن طريق الاكل، ان الميكروب ده دخلك عن طريق الاكل، او الانهليشن عن طريق التنفس انت شميته. دي الطرق بتاع دخول الميكروب. طيب ايه هي البروبرتيز بتاعه الانتيجين؟ احنا قلنا عليها قبل كده، نمبر 1 هو يكون فورين سبستنس، ماده غريبه. نمبر 2 هاي مولكولار ويت، الوزن بتاعه يكون عالي اكبر من 10000 دالتون. نمبر 3 مور كيميكالي كومبلكس، يكون معقد. كل ما المركب يكون معقد كل ما بيعمل اثاره للجهاز بتاعك ان يخلق اجسام مضاده اكتر، زي مثلا الجلايكوبروتين ده كده مركب معقد، اللايبوبروتين ده كده مركب معقد. نمبر 4 mainly بيكون بروتين او بولي ساكرايد. طيب نيجي بقى للكلاسيفيكيشن اوف انتيجين، تقسيمه الانتيجين. قسمنا الانتيجين بناء على ايه؟ نمبر 1 الاورجين، الاورجين بتاعه بتاع الانتيجين مصدره ايه، منشاه ايه. نمبر 2 السورسز، السورسز بتاعه الانتيجين. نمبر 3 بايولوجيكال كلاسيفيكيشن. نمبر 4 فانكشنال كلاسيفيكيشن اللي دي بتتبع الاميونوجينيستي. نمبر 5 وده هنعمل له محاضره او فيديو خاص بيه، السوبر انتيجين. يبقى دلوقتي عندنا التقسيمه حسب الاورجين والسورس والبيولوجيكال والفانكشنال والسوبر انتيجين. ناخد واحده واحده ونتكلم عنهم بالتفصيل. نمبر 1 كلاسيفيكيشن اكوردنج تو اورجين، قسمنا الانتيجين الى نوعين، اكسوجينيوس انتيجين اللي هو بنسميه فورين انتيجين، واندوجينيوس انتيجين اللي هو سيلف انتيجين. الاكسوجينيوس انتيجين ده بنقول عليه ان هو نوت بارت اوف ذا هيومن بودي، ما هواش جزء من الجهاز بتاعي، يعني هو اكسوجينيوس حاجه غريبه جايه لك من بره. ليها طريقين او بيكون ليها نوعين، يا اما تكون مايكروبيال جايه من عن طريق ان هي ماده ميكروبيه او نون مايكروبيال. طيب نقول الاكزامبل، المايكروبيال تكون بكتيريا او فيروسس او بروتوزوا او هيلمنوس. طيب البكتيريا والفيروسس والكلام ده كله اللي بيعمل لنا اثاره للجهاز المناعي، السيل وول بتاع البكتيريا او الفلاجيلا او التوكسين او الفيرال كابسيد او الفيرال انفولب، تمام. طيب النون مايكروبيال بقى ده بيكون نوعين، لا اما بيكون اليرجين يعني ماده بتعمل حساسيه زي البلانت بولين اللي هو حبوب اللقاح، زي الفود اللي هي الايج وايت، في ناس بتاكل البيض بيحصل لها حساسيه،
زي الدنر، الدنر اللي هي الفرو اللي بيبقى موجود في السجاد، زي الهير الشعر اللي بيبقى موجود في القطط لو الحد بيربي قطط في البيت، زي الدس الأتربة، زي البي فينومز اللي هي السم بتاع النحل، وزي الانسكت بايتس اللي هو الحشرة لما بتبدأ ان هي تمسك الجلد وتعضه، زي الدس الأتربة، زي السنسيتك كيميكالز اللي هي المواد الكيميائية المخلقة زي الكلور والسلفوريك أسيد. وفي عندنا الفورين تيشو اند سيل اللي هي الأنسجة الغريبة والخلايا الغريبة، ودي بتكون في حالة ترانسفيوجن اوف بلاد او الترانسبلانتيشن بتاعة الأورجانز، يعني ما باجي انقل العضو من شخص لشخص او بنقل دم. نمبر 2 انديجينس انتيجين، ده بنقول عليه ان هو بارت اوف ذا هيومن بودي، يعني هو من جسمنا، حاجة موجودة في جسمنا اصلا. ذيس ار body own cell or substance fragment or antigenic product that are produced cancer cells، الخلايا بتاعت الكانسر، infected cells، cell involved in autoimmune disease، يعني هو موجود جوه جسمنا اصلا، زي مثلا الخلية بتاعت الكانسر وبدأ الجهاز المناعي يكسرها، ففي اجزاء صغيرة تعتبر منها تعتبر ايه antigen، بس هي cell اللي هي اصلا موجودة جوه الجسم. Number 2 the endogenous antigen are produced by macrophages which are either accepted by cytotoxic T cell، يعني اي endogenous antigen بيبدا يقاومها الميكروفاجز وبعد كده بيوديها للسيتوتوكسيك T cell عشان تكمل شغلها وتتخلص منها نهائيا. Number 3 examples blood group antigen و HLA اللي هي histocompatibility leukocytes antigen. دوت عندنا فيجر، ده بيمثل antigen processing and presentation في حالة الـ exogenous antigen والـ endogenous antigen. عندنا هنا في الـ exogenous antigen ادي الـ antigen اهو دخل جوه الخلية، بدأ يتمسك بالميكروفاجس واللايسوسومز اللي جوه منها ويكسروا زي ما احنا شايفين اهو، لحد ما خلاص اتخلصنا منها. واحنا عرفنا ان الميكروفاجس بتقوم كدور اسمه antigen presenting cell، ان بتقضي على الميكروب لما بيفضل فيه حاجات صغيره تبدا توديه للتي سيل عشان تتخلص منه نهائيا. فلما فضل اجزاء صغيره من الميكروب بدات تظهره على السطح بتاعها اللي هي خليه الميكروفاجس عن طريق حاجه موجوده على السطح اسمها MHC2 major histocompatibility 2، وده بيكون معقد بروتيني موجود على سطح الخلية، وظيفته ان لو فضل اي اجزاء من الميكروب فضلت الميكروفاجز ما قامتش بدورها نهائيا وتخلصت منه، فبيظهر الميكروب ده على سطح الخلية عشان تبدأ تجيله خلايا التي سيل وتتخلص منه. فبالتالي لما ظهر جزء من الميكروب ده على سطح الخلية عن طريق الـ MHC2 بدأت خلايا بتاعتنا اللي هي التي سيل من النوع هيلبر عن طريق الماركرز اللي موجودة عليها اللي هي اسمها CD4 تتعرف على الميكروب دوت عن طريق الـ MHC2 وتبدأ يحصل بايندنج ما بينهم، وتبدأ بعد كده تقوم بدورها وتتخلص منه نهائيا، هي خلايا تي هيلبر. بينما في حالة الـ Endogenous يعني ميكروب موجود جوه جسمنا واتكسر زي مثلا فيروس وتفضل منه ايه أجزاء صغيرة من الفيروس اهي، بدأت تظهر على سطح الخلية من خلال بقى MHC1 major histocompatibility 1. فبدأت أول ما ظهر على سطح الخلية بدأ يعمل إثارة للتي سيل، بدأت التي سيل تيجي بتكون حاملة على السطح بتاعها تي سيل ريسبتورز وتتعرف على الميكروب عن طريق الماركرز بتاعتها اسمها CD8، يبقى هنا CD4 هنا CD8، وبدأت بعد كده تتخلص من الميكروب عن طريق السيتوتوكسيك تي سيل. طيب نمبر 2 sources of antigen، مصادر الانتيجين. احنا هنبدأ بقى نقسم الانتيجين حسب المصادر بتاعتها. اول حاجة هيتيروفيل انتيجين، هيتيروفيل انتيجين بنقول عليه antigen that are present in two different species، يعني الانتيجين اللي موجود في جنسين مختلفين، but they share the same epitopes، لكن مشتركين في نفس الإبيتوبس. وهنتكلم ونعمل فيديو بالتفصيل عن الإبيتوبس. الإبيتوبس ده زي ما شرحنا وقلنا قبل كده هي عبارة عن ماركرز أو زي سلالم موجودة على سطح الأنتيجين، عن طريق السلالم دي الجسم بتاعي بيقدر يتعرف إن هو ده الميكروب. فالهيتيروفيل أنتيجين بتكون متشابهة في الإبيتوبس دي أو الماركرز اللي هي موجودة على السطح بتاعها.
طيب لما نيجي نسأل سؤال نقول هل الهيتيروفيل انتيجين ده يعتبر انتيجين وحش ولا انتيجين حلو، ولا هو ليه دور حلو ودور وحش؟ نفكر كده مع بعض. طبعا كلنا هنقول بما انه انتيجين فيعتبر وحش. لا، بالنسبة للهيتيروفيل انتيجين بالذات هو لو جينا نقول هو وحش، هو وحش جدا وهنقول دلوقتي ليه. لو جينا نقول هو حلو، هو حلو جدا وهنقول دلوقتي ليه. نبدأ الأول ليه الهيتيروفيل أنتيجين ده وحش؟ لأن لو جينا مثلا افترضنا افتراض عندنا هيتيروفيل أنتيجين من النوع الستريبتوكوكاي دخل وعمل انفكشن وبدأ الجسم يخلق له أجسام مضادة، فالأجسام المضادة هتبدأ تتفاعل ضد الستريبتوكوكاي دوت عشان تتخلص تتخلص منه. بس هنا في نقطة، ان زي ما قلنا الايبيتوبس اللي موجودة على سطح الانتيجين دي تعتبر هيها نفس ايبيتوبس موجودة على سطح خلايا جسمي انا الطبيعية، فبالتالي بيجي هنا الاجسام المضادة اللي بتتولد وتبدأ تهاجم الميكروب من النوع الستريبتوكوكاي، وفي نفس الوقت بتهاجم الخلايا المايوكارديوم بتاعة القلب اللي موجودة عندي، لان الايبيتوبس اللي موجودة على سطحها المادة البروتينية بتاعتها هي نفس الايبيتوبس اللي موجودة على سطح الخلايا الستريبتوكوكال، فبالتالي بيبدأ يأثر على عضلة القلب ويبدأ يعمل روماتيك فيفر. في نفس الوقت برضو بيبدأ يهاجم الانتيبودي الخلايا اللي موجودة على سطح الكلية بتاعتي وبيعمل اكيوت جلوميورو نفرايتس، فده الوحاشة بتاعت الهيتيروفيل انتيجين. طيب ايه الافادة بقى اللي انا ممكن استفيد منه الهيتيروفيل انتيجين؟ بنقول هنا في حاجة اسمها Diagnostic Application of Heterophil Antigen Test. احنا ممكن نستخدم الهيتيروفيل انتيجين عن طريق ان احنا نستكشف وجود بعض الامراض اللي لو استخدمنا طرق تانية عشان نكتشفها تبقى طرق مكلفة جدا. على سبيل المثال الانفكشوس مونو نيوكليوزيس اللي بنسميها ابشتاين بار فيروس، ده مرض بيسببه ابشتاين بار فيروس، بيسبب حمى الغدد اللي بنسميها جلاندولار فيفر، ودي بتسبب تورم وسخونية وحمى وحرقان في الزور. فيجي المريض انت عشان تكتشف حمى الغدد ده عنده وتكتشف وجود الابشتاين بار فيروس عنده، تبدأ ان انت عايز تشوف الاجسام المضادة بتاعت الفيروس في الدم، فتيجي عشان تكتشف الموضوع ده والكيتس بتاعتها هتكون غالية، هتقول له مثلا ادفع 100 دولار، هيقول لك 100 دولار منين ده كتير، لا ده انا موت احسن بقى، انا عشان اكتشف وجود فيروس ادفع 100 دولار. فبالتالي اكتشفوا طريقة جديدة يقدروا يشوفوا فيها المرض ده موجود ولا لا. واللي اكتشفها العالم اللي اسمه باول، وسموا التحليل ده اسمه باول بانل تيست او مونو سبوت تيست تخليدا لاسم العالم اللي اكتشفه. وجد ان شيب ار بي سيز بتحتوي على الانتيجين، لما انا باجي استخدمها مع السيرم بتاع المريض اللي بيحتوي على الانتيبودي للابشتاين بار فيروس بيحصل اجلوتينيشن، فلو ادى بوستيف يبقى معنى كده ان الفيروس موجود. يعني بسهولة جدا بياخدوا السيرم بتاع المريض اللي هو مفترض ان لو هو عنده العدوى بالفيروس ده في الانتيبودي، ويحطوا نقطة من السيرم بتاع المريض مع نقطة من الشيب ار بي سيز يعني كرات دم حمراء بتاعت الخروف، ويبدأوا يعملوا ميكس ما بينهم وبين بعض. اول ما يحصل اجلوتينيشن يعرفوا ان هو كده بوستيف، يعرفوا ان هو عنده ابشتاين بار فيروسز، ويبدا ان هو يتعالج. ومن هنا سموا التحليل ده مونو سبوت تيست تخليدا للعالم باول بانل تيست. فبالتالي دي الاستفاده اللي احنا ممكن نستفيدها من الهيتيروفيل انتيجين. النوع الثاني معانا يا شباب اسمه زينو انتيجين او زينو جرافت انتيجين، ده بنقول عليه ان هو foreign antigen from different species زي البكتيريا والفيروسز، او في حالات الترانسبلانتيشن بتاع الاورجانز. يعني مثلا انا هاجي هنقل عضو من انيمال مثلا عشان بيعملوا تجارب وكده، ممكن انقل قلب من انيمال زي القرد مثلا ويزرعوه في الانسان ويشوفوا هل هيحصل acceptance ولا لا، فده يعتبر من نوع الزينو انتيجين. النوع الرابع، النوع الثالث اوتو انتيجين او بنسميه اوتو جرافت. اوتو جرافت او اوتو انتيجين is a molecule that is recognized by the immune system as self in the same individual. يعني الجهاز المناعي بيعرف العضو ده ان هو العضو ده من بتاعي،
فانا مش هرفضه. زي ايه؟ زي مثلا لما انا هاجي هعمل عمليه حقن بالبلازما، بسحب كرات الدم الحمراء من او الدم من البني ادم، وببدا بعد كده افصل واخد البلازما واحقنها لنفس البني ادم. ففي الحاله دي ده هيعتبر اوتو انتيجين. زي حلقة تانية برضو، لو لا قدر الله شخص حصل حريق في وشه، فبدأ الدكاترة بتوع التجميل ياخدوا جزء من النسيج بتاع الصاي اللي هو الفخذ، ويبدأوا ياخدوا الجزء دوت ويبدأوا يعملوا بيه عملية تجميل في وشه، فده يعتبر من نوع الأوتو أنتيجين، فالجسم مش هيرفضه. نمبر 4 أيزو أنتيجين، من اسمه أيزو يعني متماثل، أو بنسميه أيزو جرافت أنتيجين that is found in different individual but identical genetics. يعني ايه؟ زي مثلا حسام حسن وابراهيم حسن، الاثنين توأم بس توأم متماثل، فبالتالي انا لو خدت عضو من هنا او نسيج من هنا وزرعته هنا فده يعتبر ايزو انتيجين، فمش هيحصل رفض للجسم. نمبر 5 الو انتيجين، او بنسميه هومو جرافت انتيجين، انتيجين that is found in different individual from same species. يعني الشخصين بيكونوا مختلفين، يعني مثلا بنقل عضو او نسيج او حاجة من اب لابنه او من اخ لاخوه، او يعني الاثنين يكونوا ايه قريبين من بعض. زي مثلا البلاد جروب انتيجين اللي هي ايه في حالات نقل الدم، فده يعتبر من نوع الالو انتيجين. وكده نكون خلصنا الجزء الاول من شرح انواع الانتيجين. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله هنكمل بقية الشرح بتاعت انواع الانتيجين. اتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معانا في القناة. Thanks for watching. ما تنسوش لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.